الله تبارك وتعالى يقول ايه؟ لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا. استنى اوعى تقف، كلهم بيقفوا عند الايه هنا عشان قاعدين قدامهم في المؤتمرات وربنا هيسالهم. ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا، كمل، وانهم القسيسين والرهبان دول لا يستكبرون، اي لا يستكبرون عن سماع الحق، واذا سمعوا ما انزل الى الرسول مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ترى اعينهم تفيض من الدمع، القسيسين والرهبان دول، مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين، اي فاكتبنا من امة محمد صلى الله عليه وسلم، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فاثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها مين؟ للكفر والمشركين ولا للمسلمين اللي اسلموا؟ تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. امال بقى اللي بيقولوا ربنا اب وابن وروح قدس وثلاثة والكلام ده؟ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك هم الخاسرون، لانهم على غير دين الحق، كما قال الله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، لما بيقتلونا، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق، اهو دين الحق، من الذين اوتوا الكتاب يهود او نصارى، حتى يعطوا الجزيه عن يد، اي عن قدره، وهم صاغرون. معهمش بقى خلاص. ايه موضوع الجزيه بقى؟ اللي بعض المسلمين يعني الله يسامحهم اللي قاعدين يدلعوهم لغايه ما ركبوا ودلدلوا رجليهم علينا، لا لا لا، الجزيه دي خلاص والحكم ده انتهى. مين اللي يقدر يلغي احكام الله عز وجل؟ يقول لك لا ده خلاص الحكم ده انتهى، ده اصل هم دول عندهم المواطنه، مش مواطنه ايه؟ حتى يعطوا الجزية عن يد، أي عن قدرة، وهم صاغرون، أي أذلاء. إيه الجزية دي؟ لأن إحنا كجيش مسلم مش هنخلي الكفرة والمشركين يخشوا يقاتلوا معانا، هيقاتلوا بسبيل إيه؟ يعني افرض أمريكا مثلا دخلت تقاتلنا في مصر، مثلا تحتل مصر، وإحنا بنقاتل هناك. هنقاتلهم طبعا، هنقول للنصارى تعالوا قاتلوا الصليبيون اللي زيكم، ليه؟ عشان خاطر السواد عيوننا؟ مش هيرضوا طبعا. علشان كده احنا بنقول لا، انتوا ما تخشوش الجيش وتقاتلوا معانا، لكن تدفعوا جزيه مقابل ان احنا بندافع عنكم. والمسلمون لما فتحوا الشام والكرة الصليبيه دخلت ودفعوا الجزيه علشان يحموهم، لما المسلمون انسحبوا ردوا اليهم الجزيه مره اخرى. اذا ده التوصيف الصحيح لهؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم نسمحهم عشان نبرأ ونبرئ ذمتنا امام الله منهم في الاخره، ما يقولناش ما قلتولناش ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي او نصراني ثم لم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. ثاني، والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي او نصراني ثم لم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. لانه لو ما امنش بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هينطبق عليه قول الله في سورة النساء، يقول الله تبارك وتعالى ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. امال احنا كمسلمين بقى والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك سوف يؤتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما. سورة النساء، مش دي ايات واحاديث؟ للاسف بعض الناس ما بيقولوش الكلام ده، لكن احنا بنقوله وبنوضحه عشان نبرئ ذمتنا امام الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري ومسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد يحذر ما صنعوا.
وعندنا في التفسير مش بنقرا سوره الفاتحه كل يوم في الصلاه؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، دول المؤمنون، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال صلى الله عليه وسلم وفي التفسير: ان اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. اليهود مغضوب عليهم، لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، والنصارى ضالون. طب انت عايز ضلال اكتر من كده بالله عليك؟ حد يقول على ربنا انه نزل وطلع واتصلب واتحط على الصليب، او انه تالت تلاتة، او انه نزل من مريم وهي ولدته وكان عيل صغير في اللفة وكان ده اله؟ ده ضلال. واكبر ضلال ايه دلوقتي؟ اكبر ضلال ان الصليبيين المسيحيين يساعدوا اليهود ضدنا كمسلمين. عايز ضلال اكتر من كده ايه؟ ازاي يعني؟ اليهود يسبوا المسيح ويقولوا ابن زنا، استغفر الله، وقالوا على ستنا مريم زانية. اليهود بيقولوا على المسيح ابن زنا وعلى ستنا مريم زانية. يبقى الصليبيون والمسيحيون يكون موقفهم ان اليهود اللي بيسبوا ستنا مريم وسيدنا عيسى يساعدوهم ضدنا. انا كمسلم عندي سورة في القرآن اسمها سورة مريم، ولما بتقول لي سورة ستنا مريم اقول لك عليها السلام، تقول لي سيدنا عيسى اقول لك عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يبقى ضلون ولا مش ضلون؟ والله عز وجل يقول في سورة النساء: وبكفرهم، اليهود يعني، وقولهم على مريم بهتانا عظيما، انها زانية، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. الله يقول الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. يقول: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. هم يكذبوا ربنا الكفر المجرمين ويقولوا لا ده اتصلبوا الصليب اهو، ويعظموا الصليب وماسكين الصليب وحاطينه في رقبتهم، وان والله العظيم خيبه. يعني ده انا لو واحد طعن امي بسكينه ما اقدرش اشوف السكينه وابعدها عني، مش هجيب السكينه واعلقها في رقبتي زي ما بيقولوا اذا كان المسيح في عقيدتهم هم ان هو اتصلب. امال لو كانوا الرومان حطوا المسيح على خازوق كانوا عملوا ايه؟ كان كل واحد يكون لابس خازوق؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. علشان كده بنقول ادي وضعهم وادي توصيفهم في الاسلام. لكن هل معنى ان هم كفروا ومشركون ان احنا نقتلهم ونقتلهم ونموتهم ونظلمهم؟ لا والله، لا والله ابدا. شوف الاسلام يعلمنا الصدق والحق: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. لا لا لا، سوره النساء سوره المائده: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم، اي ولا يمنعنكم، شنآن قوم، أي ظلم قوم، على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. بس هنا في نقطة، سورة الممتحنة ربنا بيقول لنا إيه؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم. لازم الأمر ده يبقى واضح.